تنظن بان راه بشهاده الجامع بلا ما ندوي، يعني اليوم راه كانت اشياء غريبه، لانه كنا تنسمعوا شحال هذا تسجل وشوف الحكم الى ماركيتي راه ما يحيدش لك الحكم. بكل صراحه اليوم الحكم ظلم رجاء بني ملال. نتمناو بان احنا ديجا مظلومين في النقاط ديالنا يعني في المرتبه اللي تنحتلوها، فمن المفروض كان الحكم على الاقل يعطينا حقنا.